لا تفكر حتى في ذلك، واصل السير. كان ذلك ودودا، سأضطر إلى اكتشاف طريقة أخرى للدخول. يضمحل نفوذها ويتضاءل أتباعها مع الأيام. قبيحة، امرأة عظيمة يا فرح. كانت كذلك حينما كان المتوكل حياً، لكن ابنها لم يخلفه وقد أذن وقتها وولى. عند انحسار المد أستنجرفين معه إلى البحر؟ لا أحب الانخراط في السياسة يا نسرين. بحقك، نحن نعرف حقيقتك. كفى، سيصل الخصيان الجدد في أي لحظة. استقبليهم عند البوابة يا ماكرة ولا تفسدي الأمر. تعال يا نسرين. خدم جدد يعني وجوها جديدة داخل الحريم. زي الخصيان سيمكنني من الاندساس بينهم. يبدو ذلك الزي مناسبا تماما. من المؤسف أن هناك من يرتديه بالفعل. لن تعجبك نتيجة إزعاجي. أنت أيها الوقح اللعين. لنبعدك عن الطريق فحسب. استدعوا العسس، إنه المجرم الذي يبحثون عنه. بسرعة، لست معتوها، إنه المجرم. أيها الحرس، تعالوا إلى هنا. كيف تجرؤ على إظهار وجهك؟ استدعوا الشرطة. جوامع علم النجوم. لقد غفل بطليموس عن شيء. لقد تجنبت المتاعب وادخرت من بلس علم الحيرة. أنصحك بشأن الأقوى المسا. حان وقت الاستفادة من هذا الزي. ضيق بعض الشيء حول الصدر والبطن. سينجح هذا فيما أمل. يسمون هذا فنا. تمهل. هل أعرفك؟ لا أظن ذلك، إنه يومي الأول وأكره أن أتأخر. ماكرة، السلام عليكم. أتعرفينه ماكرة؟ أنا. ماذا؟ هل نسيتني بهذه السرعة؟ لا أنا آسفة، لقد مر وقت طويل. لا بأس بذلك أيتها الحسناء، يسهل نسيان وجهي على عكس وجهك. فرح تنتظر وصولي. بيني وبينك إنها ترعبني، من فضلك لا تجعليني أتأخر عليها. دعه يدخل يا عباس.
بارك الله فيك يا سيدتي. غرفة الكبرى، لابد أنها تخص قبيحة. قل لي ماذا تفعل؟ ماكرة، كنت فقط تقتحم حجرة قبيحة؟ أنت لست خصياً، ارحل الآن وإلا سأخبر نسرين، سأخبر فرح. بما ستخبرينهن؟ أنك سمحت لي بالدخول هنا؟ لا يمكنني تخيل أن معرفة ذلك ستسرهن. أنت كهرمانة، صحيح؟ تلبين حاجات المحظيات كلها. متى كانت آخر مرة سألك شخص عما تحتاجين إليه؟ شخص لن يقيمك، شخص يمكنك نسيان أنه كان هنا من الأساس. لابد أن هناك ما تحتاجين إليه يا ماكرة، أو تريدينه. هناك شيء، عباس الذي عند البوابة، إنه منجذب إلى فرح، أم الولد، ولا يلتفت إلي، لكن فرح تستعمل طلاءً لتكبير عينيها، وإن أمكنني الحصول على بعض منه، أظن أن عباس قد... لا تكملي، لبيك وسعديك. أين يمكنني العثور على هذا الطلاء؟ في غرفة التخزين، لكن غير مسموح لأحد بدخولها سوى نسرين. فرح تأتمنها على كل شيء، حتى جرعتها السحرية. لدى فرح جرعة سحرية؟ تحتفظ بها مع نسرين وتخبرها عندما تريد رشفة. إنها تجعل رائحة أنفاسها كريهة، ومع ذلك سأمنح أي شيء لأجربها بنفسي. وسأحقق لك طلبك، وفي المقابل يا ماكرة، ماذا ستمنحينني؟ مفتاح تلك الحجرة، طلاء للعين، وجرعة سحرية. أمنياتك أوامر. طلاء للعين وجرعة سحرية، حقا؟ ما هذه الجرعة السحرية على أي حال؟ فهم، مسكرات. تساهم العيون الواسعة في تنكري. لا، ركز يا باسل، أنت بحاجة إلى ذلك المفتاح. حصلت على الطلاء والجرعة، لنحصل على ذلك المفتاح الآن. تفضلي. أوه، شكرا لك. يقال إنني أصغر من أن أستخدم الطلاء والجرعات، لكنني كبيرة بما يكفي لمعرفة سبب استخدامها. بالتأكيد لا. الآن أين المفتاح؟ يعرفن أكثر مني، لأنهن قرأن جميعاً كتاب الحديقة وأسرارها. إنه عن الأحياء والجسد وأسراره. كتاب مشين، هل قرأته؟ لا. تخفيه فرح في مهجع الخليفة، إنه على السطح وممنوع منعاً باتاً. ماكرة، لقد كان بيننا اتفاق. أرجوك، لو أمكنك فقط الحصول على الكتاب وإحضاره إلى غرفتي، إنه في الركن الشرقي إلى اليسار. حسناً، لكن حينئذ سآخذ المفتاح. طلاء، جرعة، الآن كتب خليعة. أردت التظاهر بأنني خادم، لا أن أكون بالفعل خادماً.
من؟ أشعر بوجود خطر في الجوار. شفت جيد يا طالب سيقظا لفترة أطول. ماذا دهاك؟ مهلا بحر. الآن إنه مخدع يناسب خليفة. الحديقة وأسرارها، عنوان قليل الإثارة. أظن أن ذلك كان الغرض. طموح أبيع، أنت ربما كانت تتساهل قبيحة بشأن التأخير، لكني لست مثلها. آسف يا فرح، لن يتكرر ذلك مرة أخرى. فرح؟ على مثلك مناداتها بسيدتي أو أم الولد. انصرف إلى مهامك. طموح أبي عبد الله لا حدود له. لا يمكنه تصديق أنه سيستولي على العرش يا فرح. هل قابلت أمه؟ ينبغي لك ذكر الأمر للعجوز سند. عمل والده على ذلك لسنوات، وأنا متأكدة من أن لديه جميع بيانات التجارب القديمة وعمراً طويلاً من أنا أكره أن أوفد إلى تلك الناحية من الرصافة. رائحة يدي على آخر أفكار ابن قرة في علم الحياة. هاكي، استمتعي. أتمنى ألا تختلق أي مهام أخرى. أعتقد أنني جعلت منها وحشا. الكتاب في غرفتك الآن. إذن هل تبدو عيناي أكبر؟ ضخمة ماكرة، أحتاج إلى المفتاح. إن هذه الجرعة تمنحك ثقة في النفس. أشعر أنني أستطيع مواجهة العالم. أجل، إنني على دراية بهذه الجرعة. كان بيننا اتفاق يا ماكرة.
أعطيني المفتاح الآن. مهلاً، عليك إعادة الجرعة إلى نسرين. إذا اكتشفت فرح أنها مفقودة فستشتعل غضباً، حينئذ سأعطيك المفتاح، أقسم لك. حسناً، اشربي بعض الماء عندما أذهب، هل لا تفعلين؟ إنها المرة الأخيرة يا باسم، ضع حداً للأمر. عدت إلى مكانك، أعيدت الجرعة إلى مكانها، كل شيء على ما يرام. لنحصل الآن على ذلك المفتاح من ماكرة. انتهى الأمر، اكتفيت. شكراً لك، هذا غريب، أعاني صداعاً بعض الشيء، ما العمل الآن؟ ستعطيني المفتاح؟ نعم، صحيح. ليس معك، أخائفة من قبيحة؟ ما الخط؟ لا لا، لقد أفل نجمها، يقول الجميع ذلك. كنت فقط، لقد كنت أستمتع بوقتي. ها هو، تفضل. أخيراً، لنعثر على أجوبة الآن. أتذكر هذا العطر، شممته في البازار وربما داخل الحريم، لكن من كان يضعه؟ كتاب موقع لقصائد عريب، المحيط والصحارى والأفعوان والطير. خريطة الخلافة وألموت. دبوس شعر نينغ، متى حصلت قبيحة عليه؟ الغرفة على فخامتها فارغة، تبدو كأن أشياءها مفقودة، بما في ذلك قبيحة نفسها. ما الذي حدث؟ لقد تسممت فرح، ما هذا؟ ماذا ناولتها؟ إنها تشرب منه دائماً وطلبت مني أن أعطيها إياه، إنه غير ضار. هذا غير ضار؟ غادر حالاً، أعطني المفتاح. ماذا حل بها؟ أنا لم يكن يجدر بك أن تعطيني تلك القنينة. سأفتش الغرف، أنت تعالي معي. أنا لم أفعل شيئاً، لم أؤذها. ماذا فعلت؟ اهدأ، لن ينشغلوا بنا، سيهتمون بالكتاب الذي سيعثرون عليه في غرفة نسرين. غرفة نسرين؟ الحديقة وأسرارها، ليس كتاباً خليعاً، بل دراسة للأعشاب الطبيعية وخصائصها الطبية والسامة والتجميلية. ست الحسن، عنب الثعلب المميت، تجعل العيون جميلة إذا تناولت جرعات صغيرة. مؤسف أنني أهدرتها كلها عليها. ماذا؟ لقد رأيتهما، فرح ونسرين، وهما تسممان آذان الجميع وتنشران الأكاذيب والشائعات بشأن سيدتي. قبيحة ماتت واحدة ولحق العار بالأخرى، لن يسمعهما أحد الآن. يا سعلاء، ماذا تكونين؟ مخلصة، أحمي عرش قبيحة في غيابها ممن يريد أن يحل محلها. حجرتها خالية، لقد تخلت عنك يا ماكرة، إنك تخدمين سيدة خائنة. سوف تعود من القصر عندما يزول الخطر. كان عليك ألا تخبريني بذلك حقا. لن يغير هذا شيئا، لن تعثر عليها أبدا. الآن أحسن التصرف، يوجد أطفال هنا. زي جميل بالمناسبة، يليق بك.
لا يمكنني فعل شيء لفرح، لكن إذا كانت قبيحة هي زعيمة التنظيم، ما زال بإمكاني حماية الذين لم تعذبهم بعد. رأيت ما يكفي من الثلاثة الذين أشك بهم. حان الوقت لأطلب مشورة روشين وأنهي الأمر إلى الأبد. باسم، يبدو أنك حسمت أمرك يا باسم. إلى ما وصلت؟ عريب بريئة، لكن الوالي ليس كذلك. عقد اتفاقاً مع التنظيم ورفع حماية أقاربه عن ألموت. تباً، ما خشيناه تماماً. لقد تجردنا أمام أعدائنا. أجل، يتخلى أبو عبد الله في المقابل عن مطالبته بالعرش، يتنازل عن تاجه بما يلائم التنظيم الذي يعمل بقيادتي. والدته قبيحة هي رأس الأفعى. أين هي الآن؟ هربت إلى القصر. إذا تصرفنا الآن سنتمكن من تخليص ألموت. أعطيني الريشة أيتها المعلمة. ستتلقى قبيحة العدالة الناجزة، وأنا التي سأوصلها إليها. ماذا؟ ماذا تقولين؟ نحتاج إلى يد مخضرمة. آخر مرة دخلت قصراً تركته فوضى، وهذه صيغة لطيفة. ألم أثبت جدارتي منذ ذلك الوقت؟ يا معلمتي، لقد اكتسبت الحق. اكتسبت ماذا؟ الحق في القتل؟ لا، لا، ليس ذلك ما... إن صفعة من أحدنا هي صفعة لنا جميعاً. أم يأبى غرورك إلا أن ينال الفضل؟ لست مغروراً يا معلمتي، إنه الواجب. تعهدت بأن أهجر حياتي وأسير متخفياً في الظلال وأخدم النور، وأعتزم ذلك. قبيحة أخطر من تابعيها. أهجم سريعاً وأنهي الأمر. لا تتردد. يا للصعوبة! من تكون لتبعدك عن قبيحة أو لتخبرك متى تهجم؟ معلمتي ومرشدتي، لولاها لما كنت إلا جثة في شوارع الأنبار. أتتلصصين علي الآن؟ دائماً ستكتم أسئلتك إذن، وتهاجم أعداءها وتلبي دون تذمر، وتقضي حياتك يطاردك جني في سقيفة كنت تأمل الهرب منها. تعرف أين تجدني حين ينتهي واجبك. كثير ممن ماتوا أو اختفوا، وكل أثر دموي يؤدي إليك. البهموت آخر قناع يجب كشفه. سلطت وصيف على المتمردين، أطلقت العنان للغول، بعت تاج ابنك للاستيلاء على ألموت. ومن أجل ماذا؟ بعض عملات لا تساوي شيئاً لعصر منسي. مهما يكن، سأراك في القصر وسأقطع رأس الأفعى.